اهلا بيكم حلقه جديده واسماعيل ويومنا، وبنكمل مع بعض سلسله بسمة البوتري من كل الاتجاهات. فنانه يومنا، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. فنانه اسماعيل، عامل ايه؟ مودك جميل جدا. الحمد لله يا رب دايما. يبقوا هنا بنرسم مع بعض الشعر. الشعر هو الحاجه الزياده اللي هنزودها معانا، وهنشوف ازاي ان هو زي البرنيطه بنلبسه فوق الراس اللي هي عامله زي المانيكان كده بالشكل ده. تحبي تقولي لنا ايه الشعر يا فنانه يومنا؟ ان الشعر انواع كتيره، طبعا محتاجين نفهم ازاي نحطها على راسنا ان شاء الله واحنا بنرسم. الشعر يبايت النهارده؟ لا، دي حاجه تانيه بنصرحها عادي يا حبيبي. الطفل المعجزه ظهر. طيب نحط الوش معانا اهو. في شوكولاتة بدل ما بنلبس دي خلاص. اهي جايبالك 50 شوكولاتة عشان ترتاح وتتبسط. يا ريت تعملوا شوكولاتة بعيد زي ده عشان يروح يوقفها بعيد ويسيبنا. طيب ده وش هنحطه زاوية وقار اهو، وهنشوف ازاي هنلبسه الشعر. وكمان ده بيعمل ايه ده؟ يشدني من الشعر. لا مش الشعر ده يا حبيبي، بص الشعر اللي هنا على الشعر. انت بتعمل يا حبيبي؟ امال انت بتعمل ايه؟ طيب ادي رقبه. عدتوا يا ماما، عدتوا. هو بيرسم، هو في الولد في جانب كده مش مفهوم. طيب وادي الشعر عامل زي البرنيطه بالظبط فوق الكبك. مش هنرسم خصل بقى؟ بالظبط. الخصل دي يعني ايه؟ بنعبيها جوه الكتله جوه البرنيطه اللي بنحطها فوق الراس. وادي زاويه شايفينه من تحت زي ما عملنا قبل كده، اتعلمنا كل الحاجات ديت مع بعضينا. فن تعين تعين ارسمي معين. لا مرة روح لفل يا حبيبي، ارسمي معين. روح لفل، روح لفل يا حبيبي. يعني شوكولاتة بعيد عند فل عشان يطلع يجوا شوكولاتة. قلت لك 20 واحدة، 20 واحدة تسوس. طيب دي بوهنيطة برضو وبنحاول نظبط الكتل بتاعتها بحيث ان يبقى شكلها لطيف، ونمسح الخطوط اللي في الاول اللي هي ملهاش لازمة بتاعتنا بالشكل ده. طيب فنانة يومنا، تحبي تقول لنا ايه تاني عن الشعر؟ كيفية العناية بالشعر؟ لا ده بيختلف بقى من نوع كل واحد. نوع كل شعر طبعا ليه عنايته المحددة. ده هيبقى موضوع تاني ان شاء الله نتكلم فيه بإذن الله. هو حط شعر في شوكولاتة في شعره؟ دي برضو من الاهتمامات على حسب نوع شعر الطفل زي ما احنا شايفين. ده خليه يحطيه في الحوض. طيب دي كده بنت مظبوط. انا حاطط الشعر اهو زي الورده زي ما بنرسم كده كرانيش حلو، وبشيل الحافه بتاعت الراس اللي من فوق دي اللي زايده، وكده يبقى بقت الراس زي البيضه كده جوه كتله كبيره من القطن مثلا اهي. طيب تعالوا نشوف معانا حد شايفينه باصص لتحت. هو انا ممكن اجيب صاحبتي هنا ترسم معانا وتاكل السوتوتوتا وتنعم مع فنة؟ مين صاحبتك دي ان شاء الله؟ صاحبتي بنت الجيلان. بنت الجيلان؟ التوتة. التوتة بنت الجيلان؟ هتجيبها هنا تعلمها الرسم؟ الجيلان دي اللي هي الرقاصة يا حبيبتي. عندنا جارتنا رقاصة. رقاصة بجد، يعني الموضوع مريب. التوتة. بدلة الرقص طبعا لازم تيجي بيها. ده بيلعب مع بنت الرقاصة. دي حاجة بسم الله ما شاء الله ما عملتهاش في حياتي. طيب شفنا بنت اهو رسمتها، تعالوا نشوف الراس من الخلف ونحط الشعر. انت حلاق هنا يعني، انت وانت بتعمل لازم تتفرج على فيديوهات شعر كتير طبعا. صح استاذة يومنا معانا؟ طبعا. وقصات شعر وهكذا، لان انت شغلتك في الحالة ديت زي الحلاق كوافير. ودي بنت عاملة دي الحصان، وبكده نبقى خلصنا حلقة النهاردة. تحفة. أتمنى
تبقى الناس عرفت ازاي تخصم شعر. شوكولاتة. لا روح لبنت الرقاصة حبيبي.